السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا النهاردة هو الدرس الثاني في الوحدة الثانية من أجل مصر. في هذا الدرس بيتناول وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأهل مصر خيرا، وذلك بأنه ينبئهم بأنهم سيفتحون أرضا يذكر فيها القراط، وهنا إشارة لمصر، وذكر مصر هنا بالإشارة، ويوصيهم بأهلها خيرا في كل الأمور. لماذا؟ لأنهم أصحاب ذمة ورحم. أصحاب ذمة لأن فيها أهل ديانات لهم حق، ولأن السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام كانت من مصر، السيدة ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من مصر، فيوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأهل مصر خيرا. تعالوا نستعرض مع بعض أحداث الدرس ونرجع تاني. ودلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحداث الدرس الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. قول كده معايا: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من سنن الترمذي. يعني إيه الكلام ده؟ إنكم ستفتحون، تفتحون هنا يعني تغلبون وتمتلكون. كان لما حصل الفتوحات الإسلامية، وكانت عدت علينا الموضوع ده بنشوفها في الدراسات تاريخ الدولة الإسلامية وإن شاء الله تاخدها السنة دي، وكنا خدنا قبل كده قصة عقبة بن نافع والفتوحات الإسلامية اللي كانت بتحصل. يعني تغلبون وتمتلكون، تمتلكون إيه بقى وتغلبون إيه؟ أرضا يذكر فيها القيراط، اللي هي ايه؟ اللي هي مصر. الله، يعني ايه الكلام ده؟ طب انت ما قلتليش مصر، انا مش عرفني ان هي مصر. لا، لان كان في مصر في الوقت ده بيكثر الاستخدام لكلمه القيراط، اللي هي وحده قياس للارض او الجواهر. يقول لك ايه، كل 24 قيراط بتسمى فدان، فكان على طول المصريين الكلمه دي عندهم منتشره. وكذلك الجواهر والذهب والاشياء اللي هي الثمينه دي، يقول لك بتتقاس بالإيراد. يقول لك ذهب عيار 24، ذهب عيار 18، ذهب عيار 21. 21 هي او 18 ايه؟ قيراط او قيراط. فكلمه قيراط كانت منتشره فين؟ في مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في لما انادي على شخص ممكن او اذكر شخص، يا اما بذكر الاسم صراحه زي ما بقول مثلا مصر، خلاص مصر، او بذكر بصفه فيه بشكل اشاره زي ما بقول لك كده ايه، الواد ابو شعر طويل واصفر وعينيه خضراء، الواد الطويل ده، الواد الشاطر قوي ده، تقول لي اه ده خالد، يبقى انا هنا ايه ذكرته بالايه؟ بالاشاره، بصفه مميزه فيه وليس باسمه. انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا باهلها. كلمه استوصوا يعني عاملوهم معامله حسنه، زي ما تيجي كده حد يوصى عليك يقول لك خلي بالك منه، ده حبيبي، ده ابني، ده صاحبي، النبي مش هوصيك عليه، ده حاجه يعني. يبقى كلمه استوصوا يعني عاملوا اهلها معامله حسنه. طب ليه يا رسول الله نعامل اهلها معامله حسنه؟ ليه؟ اشمعنى دول يعني؟ قال لك لان لهم ذمه، اللي هم الكفاله. ايه هي الكفاله او ايه هي الذمه؟ الحق او العهد. طب ده بيبقى مع مين؟ مع اهل الديانات الاخرى زي المسيحيين او اليهود. الناس دي ليهم عندنا كمسلمين حقوق. ازاي؟ لازم يامنوا على ماله وعلى عرضه وعلى بيته وعلى اهله وعلى عياله وعلى اماكن العباده بتاعته. هو ديننا امرنا بكده، ليهم علينا حق وليهم علينا عهد، دول اهل دين زينا بالظبط، فما ينفعش ان انا اعتدي عليهم. لما انتوا تروحوا بقى كمسلمين وتفتحوا الارض دي وتمتلكوها وتفتحوها وتنشروا فيها الاسلام، لا تجبروا حد على الدخول في الاسلام ولا تاخدوا منه حاجه زياده او نقص، المهم تعاملوا معامله حسنه عشان هم اهل دين. ورحما، ايه هو الرحم؟ زي اللي هو القرابه، وهنعرف دلوقتي ايه هي الرحم اللي كانت موجوده بين المصريين وبين العرب اللي منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كده معاني الكلمات سهلة، فيها مشكلة؟ نخش على أضواء على الحديث الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا من شوية بيبشر أصحابه أن الله سيكتب لهم النصر في مواضع جديدة. هتنتصروا. إيه هو الموضع الجديد اللي أنتوا هتنتصروا فيه وتفتحوه؟ هو مصر. والتي يذكر أهلها القيراط. أهل مصر بيكثروا من استخدام كلمة القيراط، اللي قلنا هي إيه؟ مقياس للأرض أو الذهب أو الأشياء الثمينة. طب وبعدين؟
بيوصي أصحاب وخلفائه بحقوق المصريين عليهم، وصيهم على المصريين أن يعاملوهم معاملة طيبة. ليه؟ لأن المصريين صلة قرابة عن طريق مين؟ هو ده بقى المهم. إيه القرابة اللي بين العرب والمصريين؟ السيدة هاجر أم إسماعيل جد العرب مرات سيدنا إبراهيم، والسيدة ماريا القبطية دي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. دي صلة القرابة عن طريق السيدة هاجر والسيدة ماريا القبطية. خش عندي في مظاهر الجمال اللي موجودة في الحديث، كده الحديث شرحه سهل مفيش في أي مشاكل. كلمة صلى الله عليه وسلم، الجملة دي بتبقى اسمها بنسميها عندنا في اللغة العربية جملة اعتراضية بين قوسين كده، دي الغرض منها الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بطلب بدعي ربنا أن هو يصلي عليه ويسلم، يبقى فيها تشريف وتكريم للرسول، والغرض منها الدعاء. زي ما بقول ايه النبي علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابو بكر رضي الله عنه، علي كرم الله وجهه. انكم ستفتحون ارضا، اول ما بلاقي ان يبقى ده اسلوب مؤكد بايه؟ بان، حيث اكد رسول الله اصحابه انهم سيفتحون ايه؟ سيفتحون مصر في المستقبل. وقد حدث ذلك فعلا، طب ده بيدل على ايه؟ لما النبي قال وبعد كده بعد فتره ده حصل، يدل على نبوته وهي اخباره بامر غيبي، مين اللي هيقول امر غيبي غير الانبياء؟ طب السين ستفتحون، معلش تفتحون ستفتحون، دي بتدل على المستقبل القريب. يذكر فيها القيراط، الجملة دي توضيح للي قبلها، ستفتحون أرضا، أرضا دي مبهمة مش عارف، لما قال لك يذكر فيها القيراط يبقى هنا وضح بقى شوية، خلاص فهمنا. وتعبير بيدل أيضا على تميز مصر في استخدام هذا الايه؟ القيراط، مصر مميزة باستخدام الكلمة دي، منتشرة عندها، اللي بيذكر في قياس الأرض. طب كلمة يذكر، الفعل هنا مبني للمجهول، خد نفسنا أقول المبني المعلوم والمبني المجهول. طب هنا جاي مبني للمجهول يعني حذفنا الفاعل. طب لما احذف الفاعل ليه؟ خلاص انا عارفه، يبقى الدلاله على الفاعل وهم اهل مين؟ اهل مصر. استوصوا ده اسلوب امر، وقلنا لما بيكون الامر من الله او من الرسول بيبقى امر واجب التنفيذ ويدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لمصر واهلها. من التعبيرات الجميلة أيضا اللي موجودة بأهلها خيرا، استوصوا بأهلها خيرا، أصل الجملة استوصوا خيرا بأهلها، طب هنا عمل إيه؟ الباء حرف جر وأهلها اسم مجرور، يبقى هنا ده جر ومجرور قدمه، يبقى اسم نسميه مقدم. هنعرف بعد كده إن شاء الله لما نكبر نبقى في أولى ثانوي، دي حاجة اسمه أسلوب قصر لكذا شكل، منها تقديم الجر والمجرور. طب لما بيقدم الجر والمجرور اللي هو كلمة بأهلها على خيرا، ده للتأكيد، يبقى اسلوب القصر ده او تقديم الجر والمجرور ده لايه؟ للتأكيد، زي ان كده، قول ان اسلوب مؤكد بان، يبقى لما اقدم الجر والمجرور للتأكيد والاهتمام باهل مصر. استوصوا خيرا، كلمه خيرا هنا جت نكره ليه؟ للعموم والشمول، كل انواع الخير، مش في حاجات معينه وحاجات لا، كل انواع الخير اعملوه مع اهل مصر. فإن لهم ذمة ورحمة، خلاص اتفقنا، أول ما ألاقي إن لو أنا مش حافظ أو مش فاهم أو مش أخد بالي أو نسيت، يبقى كلمة إن يبقى أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن. وفي تعليل للي قبل، يعني إيه تعليل؟ بيان سبب، أنا هستوصل أهل مصر ليه؟ عشان، كلمة عشان دي يعني سبب أو تعليل، لهم ذمة ورحمة. طب جمع الذمة والرحمة، أهل الذمة اللي هم أهل الديانات الأخرى والرحم اللي هم الأقارب، يدل على العلاقة القوية بين الحق أيوة والمشاعر الإنسانية وضرورة الجمع بينهما في العلاقات اللي بتربط الناس، يعني في بيننا مودة ورحمة وتعاطف وكفالة وحق وعهود عشان نعرف نعيش مع بعض حياة جميلة. نبص بقى على تشكيلة كده من الأسئلة الحلوة مجمعينها لكم اللي بتلمنا في الدرس. بما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا؟ أوصى بإيه؟ وليه؟ أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يعامل المسلمون أو أصحابه يعني أهل مصر بليه؟ بالخير والإحسان. طب السبب يا رسول الله؟ لأن لأهل مصر مين؟ حرمة وحق وقرابة بينهم وبين ليه؟ وبين العرب، عرفنا؟ منهم ذمة ورحمة، هم أهل الذمة والرحمة. في الحديث ما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا الكلام ده من شوية بس سؤال بشكل مختلف، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر اصحابه بفتح مصر قبل فتحها بوقت طويل، وقد صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتم فتح ايه؟ مصر في عهد الخليفه الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف برضه السؤال اللي جاي ده،
ما المقصود بقوله ذمة ورحما؟ تأكيد تأكيد، تكرار بيعلم الشطار. الذمة هي الحرمة والحق والعهد، وإن دي بتكون مع مين؟ أهل الديانات الأخرى. طب الرحم هم القرابة القريبين، عرفتها من صلة الرحم اللي هم القرايب، يعني زي السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أم سيدنا إسماعيل جد العرب اللي هي السيدة هاجر، وكانت دي كانت إيه؟ كانت مصرية. طب السيدة ماريا أم إبراهيم، مش إبراهيم النبي، لا إبراهيم ابن سيدنا محمد، ده مات صغير، برضو كانت إيه؟ كانت من مصر. كيف فهمت من خلال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مصر؟ فهمت منين؟ أيوه شاطر اللي متابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث كلمة القيراط، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله في حياتهم والتحدث به، ومن هنا كانت الإشارة واضحة إلى أهل إيه؟ إلى أهل مصر. من الأسئلة، بما أوصى النبي أصحابه في الحديث؟ أوصى أصحابه وقواده أن يعاملوا مصر معاملة إيه؟ حسنة، لأنهم أصحاب ذمة وحق ورحم. تكرار بيعلم الشطار. طب التوصية دي بتدل على إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصى علينا ويوصى على أهل مصر، عم يجي كده واحد يقول لنا خلي بالك من محمد عشان محمد ده ابن خالتي أو صاحبي أو حبيبي، يبقى ده يا إما قرايب يا إما حبايب يا إما في بينهم مصلحة. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيوصى على أهل مصر ليه؟ أو بتدل التوصية ده على إيه؟ بتدل توصية النبي صلى الله عليه وسلم ده تشريف وتعظيم لمصر والمكانتها في التاريخ قديما وحديثا. يبقى تدل توصية النبي صلى الله عليه وسلم أو في التوصية دي تشريف وتعظيم لمكانة مصر قديما وحديثا. ما المقصود بالرحم والذمة؟ يعني الرحم بيتمثل في السيدة هاجر والسيدة ماريا أم سيدنا إبراهيم. طيب إيه هي الذمة؟ اللي هي الحرمة والحق وليه؟ والعهد لأهل الأديان الأخرى. يقال أن المصريين أخوال العرب خلانهم، يعني لأن السيدة هاجر كانت من مين؟ كانت من مصر، وإلي السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل كانت مصرية، وإليه اللي هو سيدنا إسماعيل بينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن إسماعيل اللي هو جد العرب. في الحديث وصية وتعليل، سؤال برضو عد علينا بشكل تام. الوصية أن يعامل المسلمون أهل مصر بالخير والإحسان. ليه؟ لأن أهل مصر لهم حرمة وحق وقرابة بينهم وبين العرب. علم، الحديث لم يذكر اسم مصر ولكنه أشار إليها. أسئلة بشكل مختلف وبنقول ونعيد علشان الناس المتابعة معانا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر كلمة القراء، وقلنا أن أهل مصر كانوا يكثرون من استعمالها في حياتهم والتحدث به، ومن هنا كانت الإشارة واضحة إلى إيه؟ إلى أهل مصر. برضو تابع معانا في الحديث ما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو قال إيه؟ إن الرسول قال لهم ستفتحون مصر، صح؟ وقد صدق كلام الرسول، حيث تم فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد القائد عمرو بن العاص. وبعد ما استعرضنا مع بعض أحداث الدرس، عرفنا ليه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأهل مصر خيرة. لو في أي دروس فايتاك تابع معنا على قناة الإسكولة، ادخل بس على قوائم التشغيل هتلاقي عندك اللغة العربية للفصل الدراسي الأول. ما تنساش في رابط تحت الفيديو في اختبار تفاعلي على الدرس، اقعد كده وحل وشوف انت هتعمل ايه. اشوفكم على خير.